أجدد الترحاب بكل متابعي قناة شوف تي في الأوفياء. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من مدينة بني ملال. جولة صباحية في شوارع بني ملال، جو بارد، طقس بارد، وجو مشمس مع برودة، مع برودة شديدة. وعليكم السلام الأخ مبارك، تحية لك. الجو بارد، برودة شديدة، طقس بارد صباح اليوم بمدينة بني ملال منذ بداية الأسبوع، والجو يكون في الصباح باردا، برودة شديدة، وسط النهار حرارة مفرطة تتجاوز 30 درجة مئوية. أرحب بالجميع من جديد من شوارع مدينة بني ملال. بالضبط من وسط المدينة، ومن ساحة الحرية الشهيرة. طقس بارد أذكر بمدينة بني ملال. مرحبا سي رشيد، وتحية لكل سكان مدينة شيشاوة. دنا مباشرة من ساحة الحرية ببني ملال. مرحبا أخي النصيري، ستكون جولة في عين أسرجون قريبا إن شاء الله. للتذكير، بني ملال معروفة بسواقها وبعيونها العذبة. أذكر مباشرة من مدينة بني ملال، وبالضبط من ساحة الحرية وسط المدينة. كنتمنى أن تدوزوا نهاركم بخير وعلى خير، نهاركم مبروك جميعا إن شاء الله تعالى. إلى بث مباشر آخر من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحية أخوكم طارق. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وإلى اللقاء.